السلام عليكم. الله مساءك. مساءك يا حبيبي. بس البلوفر الاحمر هذا اللي انت لك اسبوع لابسه مش ناوي تغيره؟ والله كل يوم بنغسل وروح على الجيم برجع بغسله برجع البسه اليوم الثاني. عارف انه بنغسل وانا هو دائما عرف اول واحد بالخزانه بشوفه قدامي بمسكه بضل ماشيين راح اخبيه. ماشي اخبيه. انا بفرجيك. اهلا وسهلا نور. هل اللي راح يختارها عصومي حريرة له راح تكون إنسانة متواضعة تفهم ظروف عصومي راح تسمح له ضل يروح عند أهله زي زمان وزوره ويتفاعل معاهم ولا لا ويبر أمه وأباه؟ لا أنا بقول هل راح يترك عصيه أو هل فيها هذا الشعور؟ بعدين شو الطريقه الامثل للاختيار؟ ما بنعرف لسه. احنا بنتناقش مع عصومي يعني هاي كمان جزئيه اسس الاختيار خلاص تعال استشراف المستقبل. هاي صنيد كنافه من المستقبل. هل بتعرف تعمل كنافه؟ لا ما له شغل عادي. كنافه راح تاخذ لحماتك كنافه ولا تقول له لا؟ نابلسيه بتعرف حماتها ايه؟ شو مالهم النابلسيات يا امها؟ بيعملوا كنافه. كل الناس بيعملوا مرقه. انا بعرف واحده هنديه بتعمل كنافه منيح. اوكي ماشي ماشي. انا بدي اتجوزه لانه تحت عمري. منطقه لبنانيه تعمل لك ليالي لبنان. لا لبنانيه بدي اتجوز. تحمس تحمس تحمس.